نصير عزك. راح وراك. نصير عزك. ابو فراج. ارحب. طلعها معنا في ذا البرنامج معنا شاعر فعل. شاعر انه لا طلع على الستيج. بوجه الله. اي لا طلع على الستيج. دهموره. خلاص. خلى الجمهور يترنم. يترنم يمين وشمال. شاعر مطنوخ. ايش قال له؟ قال له فيصل قربع. والله انه رجال انه وافي بريال كافي. بريال كافي. اي بالله. يا كافي. فيصل قربع. يا فيصل. يا فيصل. يا فيصل. الرجال ذا. أي. الرجال ذا اللي بيقول بيجي الحين. اي. الرجال علومه السفره. والله شوف. لكن نتيجه والله اعلم. نتيجه الله خابر ان مصيره هو اللي بيحدد وجهنا للحين. اما انه يسريها لسام الجعوني. الجعوني ولا العجوني؟ الجعوني. الجعوني. والله يرجع مع ربعه في البرنامج. والله ذا الله يبقيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم بالخير. حيد الشوف. الله يحييك. ارحب. الله يحييك. يلا حيا. ارحب. كيف الحال يا رجال؟ تعال هداك. تعال هنا. تعال ودي ولا ايش؟ بجي هنا بجي هنا. استحنا هداك. كيف الحال يا رجال؟ نور. وشلونكم؟ شلون عمرك؟ رجور والسلامة. يلا حيا. استحنا هداك. استر استر. لكن ردي ولا ايش؟ مطيب من الجلسة علوم السفرة. وكلمة دعوة راح. يا فراج. اجهوت يا رجل اجهوت اعطونا البدوعة الله يغرب لك. راح تسحب رجولي في الملاهي. انا الثقابه ذي اثرت عليهم الوستاب. قالك هذا من طلع البعثه وانا دار انه من يا رجال لعب فيهم الوستاب ذا واتساب وسناب شاه. اي سناب شاه اقول له روح ذاكر. يقول اوه خلصت مذاكره كلها على الوستاب. ويلكم باك. اي ويلكم باك. ويلكم باك. ويلكم باك. ويلكم باك يا المجرم. لكم احلى باك. الله يسعدكم جميعا. ويلكم باك. راح واحده من ربعي قبل شويه عازمني على نقانق. يا الرجال. ويلا الله. صبق هوا رجال. ها. جبك دور صبق هواي فراج. فراج بشعان لا تكلع لا يقول لك انت دقيقة صبر رجال جبل القدوع يا رجال شرب عزك صبر انا فداك انا فداك والله ان الطير يعاين في رج مشعان يدري انه ذيبان شف 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 عود عود انت يا فراج عطى حاطه ايفون 7 خله ينطق ذا يستاهل حقنا يا رجال يستاهل صب لي رياجيل انت اقعد انطق انت ما ابي قهوتك قهوتك مو مشروبه يا المجرم افا اي مو مشروبه لا قاعد يترقص لي مثل يترقص لي خذ فنجالك يا شيخ انطق خذ فنجال فيصل مقربه ارعب منور و المكان ذا زاد شرف وطلة خلف ذاك شرف لينا ذاك وعلومك سفره وما نسمع عنك الا كل خير عليك زود اكله واقعد يا فراج اقعد اقعد افداك وقبل ما نتكلم عن النتيجه ذي نبا سمعنا قصيد الى يليق للمكان واستحسانه وللمشاهدين الكرام ابشر يا شيخ والله في قصيده تنفيك انت ما قد سمعتها انت نبي شيء جديد بس قبل ما تقول لنا القصيده ترى الرجل ذا اي يلعب تايكوندو بوجه الله الكاراتيه الكاراتيه يا زي جيكي شون يعني كانت تتعرض له يا رجال انا عندي مثله انا عندي الكاراتيه حاطنها بالدرج لا من قربوا علي حول طلعت هذا مرخت الربع بها لا مو بخنجر هو ها الكاراتيه تعرف جيكي شون اي هذا تعرف اي ها هذا الفبين حق المساج الفبين حق المساج اي بالله الرجل ذا اي كان احد تعرض له اهبده يضربه يضربه وجه الله اي والرجال ذا يعني مفرع مشاكل شوف الرجال دائم اللي يجيك وجهه طيب وذا انت بمنه اي انت بمنه انت الحليم اذا حلموا خبطوا صدقت انت تذكرني بالحكمه اللي يقولها يقول لك اذا كان اللي ما يطول العنب اكيد انه قزم اكيد والباب اللي يجيك منه ريح اكيد انه جار مركبه غلط اكيد والانسان مثل ابن ادم اذا توفى مات لا اله الا الله يقول انك يا ابن قرمه انك مهرب جوالات ذليل وجه الله قبيله ناقشتها الاعداد وقالوا انك مهرب جوالات وانا صراحه بعيد كليا على التهريب مخزي كان ضارنا ونافع نافع حبوب بندول مسموحه البندول مسموح ولكن الجوال ممنوع في ذا البرنامج صحيح تفضل طال عمرك سمعت انك مهرب جوالات ادلي ادلي باقوالك مالك لو انا ذاك خربت جوال قبل ثلاث اسابيع ما ادري اسبوعين اي وبشرك عتبت ما عاد هالرقش يعني انت تعترف بهالفعله
اعترفت في يوم رجي دروبي اعترفت وافي دام ما اعترف الرجال فهو وافي وافي ويستاهل الكرامة ولكن للأسف تهريب الجوال ذا حدد مصيرك مبطي التهريب ما هو ذا الحين الدنيا ما تجي على كيف ولا على المزاج اي بالله وأنت فيصل من جربة أحب أقولك أنك نمنه نمنه الحمد على كل حال الحمد لله نمنه 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 هي إن شاء الله أنك بتعود بإذن الله بإذن الله الله يرجع يلا يلا أطرح الطيب